مساء الخير صبايا، نحن قلنا رح نتعلم خطوة بخطوة تحضير مسبق للعزايم، أو إذا كنتي موظفة طبعا بشكل آني بتقدري تعملي هالشي اللي بدي أعرضه. بس اللي بيحبوا التحضير المسبق مثلي، اليوم بدنا نعمل بنسميها الحلبية لحمة بالفرن، بمعنى خضار بدها تكون لحمتها كتيرة، مشان هيك بنسميها لحمة بالفرن. في منهم بيسموها كواج، في منهم بيسموها صينية خضار. المسميات كتيرة والطرق مختلفة. رح نبدأ بالمقادير. اللحمة بالفرن الحلبية هي بتتألف من كوسة، بانجان، بندورة، بصل، تفاح قصيري. أنا اجتهاد شخصي بحط لها بطاطاي وحدة. بدك تقليلي مدام ليش بتحطي بطاطا صغيرة وحدة؟ لأنه بتمتص السوائل تبعت اللحمة بالفرن. اللحمة بالفرن ما بدنا إياها تكون فيها كتير مي، تمام؟ واجتهاد شخصي، جربوها بطريقة خالي دلال، بحط رعاية وحدة فقط. الباذنجان أو البانجان بالحلبي لا تقشريها مشان ما تنهلس معك، افرميها خشن مشان كمان يكون شكلها جميل، ما تنخبس معك لأنه شكلها مو حلو وقت بتفرميها ناعم. خشنيها. اللحمة بحط نوعين كبابة. عم بسألوني الصبايا ايش معناتها كبابة؟ هي لحمة ناعمة دهنة. منحط لحمة بشر، في منهم بيسموها راس عصفور. لحمة نوعين، ما في عنا تقلايات ابدا ابدا. لا تروحي زكاوة اللحم بتقلايته بهالوصفة بالذات صبايا، يا ريت نركز. بهار حلبي اللي بيحتوي على 7 مكونات، نزل طريقته ومقاديره، بيعطي الوصفات فعلا الطعم الأطيب. ملح بهار أبيض، هذا هو صبايا بنستعمله للسمك وللدجاج، ما بنقدر بلاه، ما لازم نكتر منه لأنه طعمه لازم. اجتهاد شخصي، بحط مكعب ماجي. بالبداية بفرمهم فرن خشن. هدول هن المكونات. المغتربين إذا ما في تفاح قصيري، التفاح الأخضر يفي بالغرض، هو فيه مزة حموضة مع حلونة. نص تفاحة كافية بتعطي طعم مميز للحمة بالفرن أو صينية الخضار، سموها مثل ما بدكم. بفرمها فرم خشن، بحطها بالبداية بطنجرة، بحطها على الغاز مجرد تدبيل، مجرد ما تدبل. هلأ هاي الطنجرة رح تتملى معي، ولكن رح تتقلص وتنزل للنص أو للربع، يعني ما تفكريها كتيرة أبدا أبدا، لأنه رح تتقلص معك الخضار رح تدبل. مجرد ما تدبل الخضار، تدبيل فقط صبايا، تدبيل مو طبخ، تدبيل. بحطها بصينية الفرن، بشعل الفرن حرارة 180 على الرف الوسط، منشعل من تحت بعدين منشعل من فوق، منحروق وشها. طيب هي اللحمة بالفرن أصولا تنبعت على الفرن لتاخد نكهة الفرن الحجري، تمام، اللي عند الفران أو الخباز. نحن بدنا ناخد نفس الطعم. شلون؟ بعد ما منخلصها بالصينية منحروق الوش تبعها، يعني بياخد لون على سواد شوي، على بني شوي. بعدين منحضر صحن، منحط شقفة دهنة بهالصحن ومنشعل فحمة الأرجيلة، هي بتشعل جمر، منطبة بالصحن اللي فيه الدهنة
ومنغطي الصينية بقصدير أو بسلوفان اسمه، أنا عم بترجم لأنه في منهم صبايا ما عم يفهموا اللهجة الحلبية، تمام؟ مندخنها 10 دقايق وبعدين قدميها، رح تاخدي سميها عكيفي، عكيفي كواج أو لحمة بالصينية أو خضار بالصينية، فعلا ولا أطيب. وأهلا وسهلا فيكي صبية، أنا هلأ حضرتهم دبلة مجرد تدبير وراح أحطها بالصينية. أنا هون بكرة عندي ضيوف الصبح، الصبح فقط بحطها بالفرن جاهزة أنا طبختي ولعيلتي. بالتنظيم والاستمرارية والمتابعة لأمور بيتك رح تلاقي فراغ لضيوفك ولنفسك. وأهلا وسهلا فيكي صبايا. مثل ما قلنا حطيناها على الغاز، شوفي شلون كانت ملانة الطنجرة وتقلصت وشلون بزلت السوائل. مشان هيك أنا حطيت بطاطا واحدة، ما طيبة صينية الخضار بدي أسميها مشان يفهم الجميع، أو الكواج، هي عبارة عن خضار متعددة. طبعا في ناس بيفضلوا وضع خضار زيادة عن اللزوم، أنا قلت المقادير شيلية، عبارة عن كوسة وباذنجان وقرع سكبتها من الطنجرة بعد ما دبلناها وحطيناها هلا بالصينية ونشعل الفرن ونحطها. منكمل صبايا، حطيناها بالفرن للحمة بالفرن ودخنتها بهالطريقة. عملت السلوفان مثل صحن، اعتبريه صحن، إذا حبيتي تحطي بصحن كمان ما في مشكلة، بس انتبهي يكون غير قابل للكسر. حطي معلقة صغيرة سمنة، بصير دهنة، بصير شحمة، بصير زيت بوسط هالقصديرة، وبتشعلي فحمة الأرجيلة لتصير جمر، بعدين بتغطيها هون وبطلع دخلي، بعدين بتحبسي إغلاق الصينية بالسلوفان هذا لمدة 10 دقايق. شوفي شلون عرقت، رح تاخدي لحمة بالفرن كأني شويتيها بالفرن الحجري تبع سوريا. خلصت أنا، برميها وبهالطريقة تاخدي لحمة بالفرن فعلا ولا أروع. هي عبارة عن كليين كوسة، نص كيلو باذنجان، كيلو ونص بندورة، بجوز يحتاج شوي زيادة حسب نسبة وتناسب، في منهم بحبوا بندورتها كتير في منهم لا، أرعاية وحدة بس كبيرة، بطاطا وحدة، تفاح أخضر نحن المغتربين ما في قصيري، نص تفاحة كافية، البطاطا قلنا مشان تمتص في سوائل. بالنسبة للباذنجان 3 باذنجانات، حطيت نص كيلو لحمة كبابة ناعمة، بمعنى كبابة هي لحمة ناعمة، حطيت نص كيلو لحمة بشر، يعني هي أخشن من الناعمة اللي اسمها نحن بنسميها الحلبية كبابة، حطيت 100 جرام أو 150 جرام دهنة، حطيتها بالبداية على الغاز، دبلتها، بعد ما دبلت فتحتها بالصينية وحطيتها بالفرن على حرارة 180، أول شيء نار من تحت بعدين نار من فوق، تاخدي هالطريقة، تسموها كواج أو خضار بالصينية أو لحمة بالصينية مع الخضار من جروب مطبخ دلال حناوي مبتدئات خطوة خطوة. أهلا وسهلا فيك. نكمل صبايا، سكبناها، حبيتي تزينيها بتزينيها بطحمي الصنوبر على الوش، ما حبيتي هي مزينة بحالة بحالة، خضار ألوانها بتاخذ العقل، هذا اللون الأسود اللي عم تشوفيه طبعا نحن نلدوعة، هي هيك أصولها لتاخذي الطعم الأطيب، ما هيك؟ وفي شغلة تانية، الباذنجان ما تقشري أبدا، هالقشرة السودة كمان هي من الباذنجان. ليش بتسأليني مدام؟ لأنه مشان تمسك الباذنجان ما تنهلس، لأنه الباذنجان بشكل طبيعي سريع العطب بيستوي بسرعة، تمام؟
من جروب مطبخ دلال حناوي المبتدئات، خطوة خطوة. وأهلا وسهلا فيكي صبية، ما تنسي البصل حجم كبير تنتين.